يقول السائل: أريد السفر إلى أهلي يوم الخميس بعد صلاة الظهر، هل إذا صليت الظهر أجمع وأقصر صلاة العصر مباشرة لأني أنوي السفر بعد الظهر ذلك اليوم؟ إذا كنت مقيم في مكة أيام كثيرة لا يجوز لك الجمع حتى تخرج من مكة، ما دمت في مكة فأنت مقيم فلا تجمع ولا تقصر، تتم الصلاة ولا تجمع بين الصلاتين لأنك مقيم. أما إذا كانت إقامتك يسيرة دون يعني 4 أيام فأقل يسيرة، يجوز لك الجمع، يجوز لك القصر، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقك. نعم.